غيب الموت الذي كتبه الله على عباده أحد أعلام هذه الأمة الكبار وعلمائها الأفذاذ ومربي أجيالها العظام وأئمتها المجددين ومجاهديها الصادعين بكلمة الحق لا يخافون في الله لومة لائم، الإمام عبد السلام ياسين، تغمده الله بواسع رحمته وشمله بعظيم مغفرته وظلله بكريم رضوانه. غيب الموت إمامنا الجليل، وهو الذي طالما ألح فيما كتب ووجه وربه على الإكثار من ذكر الموت وعلى الاستعداد لسكرات الموت وعلى العمل لما بعد الموت. غيب الموت الإمام المجدد، وهو الذي دل أفواجا بعد أفواج وأجيالا تلو أجيال من المؤمنين والمؤمنات على الله تعالى سلوكا في شعب الإيمان وترقيا إلى ذرى الإحسان. غيب الموت المرشد المربي، وهو الذي لم يحد عن منهاج النبوة الذي اتخذه نبراسا على مدى عمره وقاد سفينة العدل والإحسان 40 عاما بحنكة القائد الخبير الموفق بإذن ربه، معلما ومربيا ومجاهدا وإماما. بذل نفسه لله وأعطى برهان الصدق قبل أن يطلبه إلى الآخرين من نفسه وماله وفكره وصحته وراحته وعمره، وارتقى بهذا مرتقا عاليا عز نظيره. عاش ولقي ربه قائما لله شاهدا بالقسط ثابتا على الحق لم تلن له فيه قناة، فكان عنوانا للقائم لله الشاهد بالقسط. قد صار الإمام رحمه الله على منهاج النبوة الذي يدعو إلى الرفق بالناس في عالم العنف البغيض وإلى الصبر الجميل على المكاره والمحن حتى يأذن الله تعالى بالفرج، وإلى التشبت بالمبدأ الأصيل مهما كانت المغريات، وإلى التعرض لنصر الله بتهيئ القلوب وصقلها وتصفيتها بذكره سبحانه، وبالعمل الدؤوب في الميدان خدمة لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتواضعا لخلق الله سبحانه، وصبرا على طول الطريق ومشقته وعقباته، وثباتا على المحجة البيضاء من غير زيغ، ويقينا بأن الله تعالى يكلأ بعنايته أمة حبيبه صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وها نحن اليوم نودع عالما جليلا دعا الناس إلى الاجتماع على ميراث نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، ونافح عن هذا الميراث النبوي بكل ما أوتي من قوة فردا أعزل لا نصير له غير الله تعالى.
وذاد عنه وعن منهله الصافي إلى آخر رمق في حياته، مؤيدا بجماعة حملت مشروعه إلى الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. سيبقى الإمام المرشد المجدد عبد السلام ياسين رحمه الله تعالى مثالا للرجل الحر القائم لله الشاهد بالقسط، وستبقى كتبه وكلماته وتوجيهاته نبراسا ينير الطريق جيلا بعد جيل، وسيبقى مشروع العدل والإحسان بإذن الله تعالى وفيا لمنهاج النبوة الذي صار عليه الإمام المرشد ودعا إليه سعيا إلى رضا الله تعالى وطلبا لوجهه الكريم وتعرضا لوعد الله وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يبقى بيت وبر ولا مضر إلا أدخله الله هذا الدين. رحم الله الإمام عبد السلام ياسين وجزاه عنا وعن أمة الإسلام خير ما جازى به العلماء العاملين المجددين، وأسكنه سبحانه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وثبتنا على عهدهم وطريقهم ومنهاجهم، وألحقنا بهم مؤمنين مخلصين ثابتين غير مبدلين ولا مغيرين. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا سيدي لمحزونون.